نرجع بيك لدور المرصد، هو دور رقابي بالاساس، معناها نحاولوا نفهموا ونحاولوا نشكلوا قاعده بيانات كامله تتمثل فيها الانتهاكات هذه حسب الشرائح العمريه، حسب فئه العباد اللي قاعده تتحاكم، على حسب نوع القضايا اللي قاعده تصير، ولا حسب الايقافات او الاحالات على انا محاكم على انا قضايا، باش نشكلوا خارطه بيانات كامله معناها على اثرها نجموا احنا نقوموا بالمناصره كما نجم ولا كما احنا نعرفوا مثلا اي عمليه اي حمله مناصره معناها ضد مرسوم 54 ضد محاكمه الراي اللي قاعده تصير في تونس. فدور المرصد هذا هو دور بالاساس، هو دور لجمع البيانات، ثانيا التشهير وفضح بالانتهاكات اللي قاعده تصير، ثالثا وهو اعتماد البيانات اللي قاعدين نلموا فيها في المناصره معناها ومواجهه السلطه بها، لانه كما تشوف ما نعرفش السلطه ديما تبيض في روحها وتخرج تقول لي احنا نحترم حريه الراي والتعبير، ففي المقابل تلقى معناها انت هيكل ولا جمعيه قاعده تخدم على الحاجه هذه تقول لي مش صحيح، هاو في العام هذا عندنا هكا وهكا، وفي العام هذا الانتهاكات طلعت، ولا في العام هذا شفنا في الولايات كذا 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 كذا، فما ناس قاعده تحاكم على الراي وتنجم حتى تكذب بها معناها بوق السلطة اللي يخرج كل مرة يبيض روحه يقول لك والله احنا نحاكمه كان في الخونة والمتآمرين على العبيد والناس تمارس في العمل السياسي، لا مش صحيحة، عندك مواطنين معناها جست بارتاج بوست ولا بارتاج فيديو، هل هذا نعتبره متآمر ولا خائن ولا يتلقى في تمويلات أجنبية؟ مواطن في دشرة في آخر الدنيا معناها ممكن يقول لك ما يربطني بتونس كان بطاقة تعريف، معناها أنت اليوم حطيته في الحبس علاش خاطر بلغ رأي؟ هذاك زاد باش تحسبه على العبيد الآخرين ولا لا؟ فهذا هو الدور المرصد، معناها نحاولوا نوصلوا لاكثر جهات، نحاولوا معناها كما قلت لك نلموا اون باز دو دوني معناها تكون كافيه وشافيه باش اننا نتحركوا بها ونخدموا الياتنا ضد ماكينه القمع اللي قاعده موجوده تو في تونس. هذا سؤال ما نجاوبش عليه باي ولا لا، ما نجم نقول لك انه قبل كانت فما انتهاكات الحق في حريه التعبير، وحتى بعد 25 جويليه معناها وخاصه في الفتره القصيره هذه نجم نراو معناها بصفه كبيره الانتهاكات ماشيه وتزيد، خاصه انه شفنا في الفتره الاولى محاكمات عسكريه المدنيين جراء تعبيرهم على رايهم، شفنا من بعد محاكمات اخرى طالت نشطاء جراء تعبيرهم على رايهم زاده، هذا بخلاف الناس اللي تتحاكم في الاحتجاجات السلميه وتتهز معناها وتتوقف. فيما بعد زاد المرسوم 54 معناها وشفنا الاحالات على بعضها للناس الكل، من مواطنين، صحفيين، سياسيين، من فئات مختلفة معناها، واللي يجمع بين العباد هذه جوست أنها معناها عبرت على رأيها اللي هو ما عجبش السلطة نوعاً ما وخليها محل تتبعات عدلية، وبالتالي نجم نستنتجوا أي الانتهاكات ماشية وتزيد معناها وممكن باش تتواصل أكثر من هيك. هو التقرير معناه باش تحطكم في الاطار، والتقرير معناه ما يغطيش كل ما يرصدش كل الحالات بمعنى بصفه حصريه، معناه الاكيد انه فما حالات اخرى ممكن ما معناها ما ساعدتش الظروف انا نرصدوها او ما توصلناش ليها، خاصه في جهات مختلفه من البلاد نظرا لصعوبه التنقل ولا لامكانياتنا اللي ماهيش معناها تخلينا نرصدوا الحالات اللي موجوده في البلاد الكل، ولكن نجم نقولوا اكثر فئات تتعرض لمحاكمه الراي في تونس بصفه اولى شفنا الصحفيين، بعضهم سياسيين والنشطاء، وهذه الناس معناها اللي تعبر على رايها بصفه دائمه كسواء في برامجها الاذاعيه والتلفزيه او حتى عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى تقول رايها في نامبورت كيل مويان دو كومونيكاسيون، يعني من بعد يلقى روحه محالم على 54 على فصول اخرى معناها وبشكايات من الناس في السلطه، معناها اولهم وزيره العدل اللي كانت هي تتصدر معناها المرتبه الاولى في احاله في الشكايات على المرسوم 54. بالنسبة للتوصيات يعني ما نجمش نجي نقول اليوم رئيس الجمهورية ما تنتهكش حرية التعبير بالله، ولا نجي لوزيرة العدل بالله ما عادش تبعث العباد على 54 ولا نطلب منهم خليوا العباد تعبر على رأي، ماهيش حاجة تقنية ذي أنك توصي عليها العباد مثلا كما أي حق في التنقل نطلبوا السلطة باش أنها توفر كيران، ليه ما هذا أنت قاعد تنتهك في حق معناها راكي معناها من نجم وصفك أنك سلطة استبدادية وفي طريق استبدادي معناها هذه أول حاجة، ولكن أول توصية خاصة بما أنه عندنا برلمان تشكل ديرنيير مو
أنه يراجع التشريعات الموجودة في تونس اللي الدولة تعتمد فيها، معناها كل حد يحط سيقه في الكرسي يلقى ترسانة من القوانين معناها اللي تخوله ويحاكم الناس ويقمعها جراء تبرارة من مجلة جزائية، من مجلة اتصالات، من مجلة محاكمة العسكرية اللي تحاكم العبيد زادة على آرائهم وتخليه يقف قدام، تخلي مدني يقف قدام قاضي عسكري، معناها علاش؟ لأنه انتقد مواصل عسكرية ولا انتقد وزير العدل ولا انتقد رئيس الجمهورية. كيف كيف تلقى في مجال الجزائية الامر الفوح الامر الموحش ضد رئيس الجمهوريه، يعني اللي هو شنو هي امر موحش؟ مع النجم نهبط بوست ما يعجبش حد في السلطه نلقى روحي غدوة انا متعدي على الفصل هذا. كيف كيف مجال الاتصالات اللي هو فصل تعمل معناها نوعا ما لحمايه الفضاء الرقمي ولكن السلطه تعتمد فيها لحمايتها هي من العباد اللي ينتقدوا فيها، اللي هو ازعاج الغير عبر شبكات التواصل. اول توصيه يعني قلت لك البرلمان انه يراجع القوانين هذه، والتوصية المهمة هي اليوم للنشطاء والناس اللي معناها تعودت التواجد في الفضاء المدني والنشاط السياسي، لأن تونس بعد 25 جويلية نوعا ما تصحر كبير معناها في الفضاء السياسي والمدني. دعوة للناس هذه باش أنها تعاود تقف من أول وجديد، باش أنها تعاود تتوحد، باش أنها تعاود تصيغ مانيويل كامل كيفاش معناها تواجه منظومة القمع اللي قيد التشكل، خاطر ما نجموش نسمو النظام اليوم نظام قمعي 100%، إنما هو نظام قاعد بشوي بشوي يشكل معناها ويلم في أدواته وأساليبه، قاعد يعمل في كوميتا نوعا ما من المناصرين اللي هما يبدو شنو في الحملات من بعد النظام. احنا استجبنا لإرادة الشعب، مش نعملوا هكا احنا اللي يقولوا الشعب احنا فشنو هو الشعب سمعني؟ هل الشعب كتلة المناصرين اللي عندك انت يطالبوا بقمع الحريات وانت تتبع فيها ولا ليه؟ فدعوتي للمجتمع المدني والمجتمع السياسي باش ما يخليوش التيران فارغ، باش تعاود العباد ترجع تنشط انه اوكي فترة عصيبة قاتشت في تونس على مستوى الحقوق والحريات، خاصة هذا بغض النظر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي نهار بعد نهار، أن الناس هذه تعاود تقف معناها وتعاود تتوحد وتكون صد منيع أمام موجة القمع اللي قاعدة تشهد فيها تونس شيئا فشيئا.